السينما النهاردة إزاي لما بتقارنيها بأيام الزمن الجميل، أيام البطولات الجميلة بتاعت حضرتك؟ لا، هي السينما مرت بوقت كان مهزوز جدا، يعني ما كانش حلو، لكن الحمد لله احنا بدأنا نقدم أفلام قيمة ومسلسلات قيمة جدا. خاصة مع رجوع الدولة للانتباه لأهمية الفن. بورصة مصر من الأفلام الجميلة، في عندك الممر، في عندك أفلام جميلة جدا ومسلسلات قيمة، وكمان الشباب الجديدة والبنات الجديدة كلهم كويسين، مش قادرة أطلع منهم واحدة أو واحد وحش. لكل جمهورك اللي بيحبك في العراق من خلال شاشة الشرقية وبرنامج وليود الشرق، تقول لهم إيه؟ أقول له وحشتوني والعراق وحشتني، وأنا سامع أن أنتوا في أمن وأمان، وإن شاء الله نلتقي معاكم في العراق وفي بغداد وبابل، نشوف بابل لأن وحشتني الأماكن الجميلة الأثرية العظيمة، تاريخ العالم العربي. بشكر حضرتك يا فندم، وكل سنة وحضرتك طيب. شكرا، أهلا بك.